حشاب غير انت وياه. جنانكم اللي بده حشاب. شوفوا لا معتز ما بتطلع من هون لدقيقة. كل شيء كسر، كل شيء، وتنضي وتشطف وتعوضنا حق الكاسات كمان. فهمت؟ شلون يا ابي؟ شو عم تحكي؟ ما عجبك هلا ما هيك؟ ما عجبك تشتغل الشغلة؟ شغلة نسوان هي ما هيك؟ أنا رايح على الدكان. خذني معك يا عصام. عود أنت وياه. معلش أبو عصام تقبرني. خليهم يروحوا يشوفوا شغلهم. تامر يا عصام على راسي. ليش حيفهموا هاي؟ شرفوا. هي أنتوا بحساب رجال ومشوا ربيك كمان ما شاء الله عليكم. وحرمي ولو كانت أمكم هي رح تمشي كلمتها وعلي. وأنا شاور بي عزمي شاور ما كنت أقول لها. وما صار لي شيء. ولو نقصت رجوليتي. إذا كان الشيء اللي عملتيه هيك من كونك من راسي معناتها عندي فكرة فيه مزبوط؟ إيه والله يا أبي. إيه والله من راسي. من راسك. يعني ما حدا معبي براسك لك أبي ما سير عليكي. ولو أنا تربيت دراعك يا أبي. الله يعزك. شو هي يا أبي؟ شو؟ في بهالصورة راسين أبي. لا أبي. أنا راس لازم يتكسر فيه وما تشوف. وأنا إذا كان عم كبر براسها بس مش هترفع راسكم فيها. والله هيك بالله العظيم لو لحد الحارة لرجعت الصورة هي نص محل ونص مرايه. انت سمعه؟ ايه يا اخي انا سمعه. الشرف معنا لكان الشيخ عبد العليم قدم بلاغ ضدك بانك عم تزور عقود زواج. شرف دقيقة لننفر. انا جبت لك مطيعة هلا لانه هي ضلطت بس انت كمان بدك تداريها وتدير بالك عليها. مفهوم ابو كرام؟ امرك امرك مكاني امرك. بصير خير ان شاء الله بصير خير. كيف عايش عمي؟ الحمد لله الحمد لله. والله يا بيت عندي بنت داربي بنت اصل. اي والله بنعم بنعم الدربي. الله خيرنا اياك عمي عصام. تهمنا شيء؟ سلامتك. بزمتك بدينك خدعتك بالله يا ابو صفير. راد ما بيتامل. نعم سيدي ما بيتامل له. بدك الدغري؟ انا ما بامل له وخايف على عيشه. سمعونا الفاتحه على مين كتبت يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عبد الله. شو بدك؟ بدي اقول لك على شغله عم بسال. هدول مالهم مرتادين؟ هدول؟ ايه خبرنا المرأة عم بسال. هدول انا سمعتهم بابني رايحين يسرقوا الكنيسه اللي طلعت تحت بيت ابو سليم. ايه مالهم مرتادين يا عمي؟ شو والله مثل ما عم اقول لك. لا شو نساوي؟ بارده سخنه مثل ما هي الخبريه بتروح عند الاب ما عرفته؟ ايه بتقول له بسلم عليك ابو عصام بتعطيه الخبريه. وانا ناطر هون. روح يلا وجهك يلا رقد يلا.
لانه اصفر ومتيوب وقلبه اسود. قلت لك ماني مأمن له. وهلا شو هلا؟ ليش عم نتخانق؟ لبن بده ياخذ جزاته. ابو عصام بدك تترك الحارة. حاجة رحجن رحجن، انا كنت متجوزة انسان ببيع بلده.